تواصل المستشفيات الحكوميه جهودها الراميه الى تطوير جوده الخدمات الصحيه المقدمه لجميع افراد المجتمع ورفع جودتها وكفاءتها بما يحقق الاستدامه في توفير بيئه صحيه وفقا لاعلى مقاييس الخدمات الصحيه العالميه المستشفيات الحكومية تواصل تبني الاستراتيجيات الكفيلة بتطوير الخدمات الصحية حيث أظهرت آخر الأحصائيات زيادة في تشغيل غرف العمليات خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة بلغت 22% عن مستوياتها في الشهر الذي سبقه فقد تم إجراء 1483 عملية جراحية في 13 تخصصا طبيا مختلفا مقارنة ب 1210 عمليات جراحية بشهر يوليو في العام العام الجاري